مؤسسة التدريب المهني، وعن تحديدا معهد ماركا للتدريب السياحي والفندقي. رح نتعرف مع بعض على إنجازات هذا المعهد، البرامج اللي بيقدموها، وأيضا المزايا. ومعنا أحد يعني خريجين هذا المعهد أيضا، هبة. معنا في الاستديو مدير معهد ماركا للتدريب السياحي والفندقي السيد إياد الشروف. صباح الخير. صباح الخير، شكرا لك على هذا اللقاء الطيب، وإحنا سعيدين اليوم إحنا تواجدنا معاكم. طبعا معهد ماركا للتدريب السياحي والفندقي هو أحد المعاهد التابعة لمؤسسة التدريب المهني اللي منتشرة في المملكة، وعددها 35 معهد، بتقدم 100 برنامج تدريبي ب 350 مشغل، المنتشرة في المملكة في الأقاليم الثلاث اللي هم الشمال والوسط والجنوب. ومعهد ماركا طبعا هو يقع في ضمن منطقة ماركا التطوير الحضري، يخدم منطقة عمان والزرقاء وضواحيها. طبعا سيد إياد الشروف، بدي أصبح على رواند الحاوي وكمان على محمد جان، نورتونا، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم معنا لليوم. طبعا سيد أشرف، بدي أسألك عن البرامج التدريبية لهالمعهد الموجود بماركا. معهد ماركا ينفذ 5 برامج تدريبية، للبرامج الفندقية، منها برنامج التدريب الفندقي، منها برنامج له مهارات إنتاج وخدمة الطعام والشراب، مدته سنة تدريبية في المعهد، و6 شهور تدريبية في مواقع العمل اللي هو الفنادق والمطاعم السياحية. وكذلك عندنا برنامج مهارات الخبائز والحلويات والمعجنات، عندنا 6 أشهر تدريبية في المعهد، و6 أشهر تدريبية في مواقع العمل في المخابز ومحلات الحلويات. وعندنا كمان برنامج اللي هو كاتب استقبال دوائر الأمامية، يتم تدريب الطلاب ومن ثم إسقالهم إلى المرحلة التدريبية في الفنادق المصنفة 4 و5 نجوم. وعندنا كمان الرابع اللي هو برنامج اللي هو مساعد طاهي، مدته 3 أشهر تدريبية. وعندنا برنامج مجهز غرف فندقية مدته 700 ساعة. يعني نتحدث عن الفئة العمرية المستهدفة لهذه البرامج. الفئة العمرية من 16 سنة إلى حد 35 سنة. في حال إنه كان عند أحد الأشخاص الرغبة بالالتحاق، بنسميه إحنا هنا بتوجيهات من عضو المدير العام كبار السن، بيتم تقديم استدعاء للمعهد ويتم قبوله بعد فترة بسيطة، ولإكسابه المهنة والمهارة والمعرفة. طيب أستاذ إياد، مستوى مدة البرنامج، يعني الشخص لما بده يلتحق بها المعهد قديش الفترة لحتى يتدرب لحتى يفوت بسوق العمل؟ عندنا كل برنامج له مدة زمنية، حكينا الفندقة مدته سنة تدريبية في المعهد، و6 أشهر تدريبية في الفنادق المصنفة 4 و5 نجوم. وبرنامج الحلويات 6 أشهر بالمعهد و6 أشهر بالفنادق. يعني بدي أصبح على رواند الحاوي. صباح الخير. رواند، أنت أحد خريجين هذا المعهد، حابين نعرف أكثر عن يعني تجربتك، عن الفائدة اللي أخذتيها وكيف كان التجربة بشكل عام. تمام، بداية بحب أحكي لكم صباح الخير وأصبح المشاهدين ساملين. أنا بعد ما خلصت شهادة الثانوية العامة سمعت عن معهد ماركا للتدريب السياحي والفندقي، فتحت عنه على جوجل وقرأت عنه، لقيت كل التعليقات إيجابية، نزلت على المعهد وقابلت، سجلت في المعهد شيف حلويات، تخرجت أنا شيف حلويات. تمام، هلا دربت 6 شهور في المعهد ونزلت على الميدان. المعهد بيدبر لك شغل بس تخلص، يعني 6 شهور ملزم انه يدبر لك شغل تدرب في المعهد. بعد ما تخلصي في المعهد بتنزلي بتدربي في الميدان. انا دربت في فروت سلطة شركه ساري، وانا لحد الان بشتغل معهم، لحد الان المعهد هو بيتصل معي وبيشوفني ناقصني شيء، محتاجه شيء. بيفتح لك مجالات كثير المعهد، يعني اذا ما توفقت من اول مره بالشغل بترجع للمعهد، هم ملزمين انهم يرجعوك على مكان ثاني ترتاح بيخلق فرص عمل. تمام، لحد الان اذا صار معك شيء او مثلا لا سمح الله لا قدر الله اصيب، المعهد بيرن عليك ويعني بيدبر لك اللي محتاجه وبيعطيك ارقام انه احنا نتواصل مع بعض. لحد الان. طيب رواند، كيف عرفتي عن المعهد؟ كيف سمعتي عنه؟ هلا انا قريبتي خالتي سمعت عن المعهد، وبعد ما خلصت التوجيهي انا ما كان عندي نيه اني اكمل جامعه. بدك الصراحه المعهد وفر لي شغلات اكثر من انه لو درست جامعه، يعني بتدرسي جامعه بدك تدفعي 4 سنين، لا انا الحمد لله صار لي 2.5 سنين وانا يعني انا قاعده بصرف على حالي وبعمل اللي بدي اياه. لازم يعني شي يوم نستضيفك مع الشيف علا لحتى تعملي لنا اطباق حلويات اللي بدك اياه. ابشري. اكيد. وانا عندي خبره بالكوكتيلات وعندي خبره بالسلطات، مو بس حلويات. ممتاز. سلطات الفواكه. انا تدريبي يعني نزل بالسلطات. يعني بتعملي سلطات فواكه، بتشتغلي بهذا المجال وبالكوكتيلات. جميل جدا. عم نشوف احنا الصور بالضبط.
عم شوف صور. هذا شغلك؟ شغلي. برافو ما شاء الله عليك. شكرا. يعني جميل في موضوع المعهد هو خلق الفرص، مش بس عم بدرس وبعلم، أنا بنفس الوقت عم بخلق فرصة للخريج عندي بأنه يشتغل ويكون شخص معتمد على نفسه وعم بحقق مردود مادي. قديه هذا تحدي بالنسبة لكم أنه تخلقوا فرص عمل؟ هو التحدي ما كان، كان في تحديات، ولكن بحكم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الممثل بالفنادق والمطاعم بصدق وأمانة صارت العلاقة صداقة أكثر من أنه كانت يعني بس انه تدريب طلاب. اليوم احنا الفنادق قاعده عمال والمطاعم السياحيه بتستقطب طلابنا، وبنفس اللحظه يتم يعني احنا نسبه التشغيل وصلت بالشراكه الحقيقيه مع القطاع الخاص ل 87%. ممتاز. وميزة انه الفنادق انه يعني عمالهم بياخذوا طلابنا كموظفين، فهذا شكر لهم صراحه، لانه يعني القطاع الخاص قد بيكون الطالب مبسوط ومرتاح انه عارف حاله اول ما راح يتخرج على طول راح يشتغل الشغل اللي هو اللي بيحبها وقاعد سنين يتدرب ويتعلم فيها. انا بدي اسال سيد محمد جان عن تجربتك. الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. احكي لي عن تجربتك مع المعهد. هلا انا برضه فتت نفس الشيء، بس هي فاتت حلويات، انا فتت فندقه. تمام. دورتنا كانت عبارة عن سنة زي ما حكى أستاذ إياد شروف. تمام. بتبلش بست أشهر في المعهد نفسه. تمام. تمام. وبنفس الإشي بفوت أول إشي شهرين طبخ، شهرين هاوس كيبينج، شهرين صفة. تجربة لكل، يعني تجربة لكل الأشياء علشان أنت تختار إشي واحد تبلش فيه. أنت وين لقيت حالك من بين كل هدول الخيارات؟ طبخ. بالطبخ. بالطبخ خصوصا المطبخ الياباني. أنا شيف سوشي. حلو. حلو. جميل. تمام. هلا خلصنا من المعهد. تمام. وزعونا، أنا وزعوني على أوتيل 5 ستار الحمد لله. تمام. بلشت طريق هناك، وبرضو بالأوتيل علمونا أكتر من إشي، برضو لقيت حالي بالمطبخ أكتر. وبالاوتيل صعب السوشي كمان وطريقه، هلا هو اكيد صعب. تمام. بس كل شيء بالخبره بيجي ومع الايام، يعني بدك تتعب بتلاقي. برافو عليك. قد ايه حسيت مفيد بانك انت جربت اكثر من شغله حتى عرفت شو الشغله اللي انت عم تتقنها وحبيتها؟ اكيد شيء كثير مفيد، لانه ممكن اذا جربت شيء واحد تمام ممكن تضطر انك تقتنع فيه لانك انت ما جربت غيره. ملزم. ملزم فيه. اما لما تجرب اكثر من شيء انت بتختار اللي بدك اياه. كان لك الحريه انه تختار التخصص الاقرب لقلبك. طبعا مزبوط. حلو. اول ما هم بدهم يوزعوكم بيحكوا انتوا ايش ميولكم، ايش حبيتوا اكثر من اللي جربتوه عندنا. مثلا انا حكيت لهم مطبخ، خلص تمام التوزيع بكون على المطبخ. تمام. فهمتيني كيف؟ نعم. حلو. جميل جدا. بنتمنى لك التوفيق. الله يسعدك. بنتمنى دائما. بس حاب اعرف الان يعني بعد ما خلصت من المعهد، ويمكن حكت لنا روند بانه عم بيتم التواصل من المعهد معكم حتى تطمنوا اموركم تمام، خبرني اكثر عن هذا الموضوع، يعني انه عم بيتم التواصل معك. اكيد. انا هلا بدي احكي لك موقف صار يبين هذا الشيء. تمام. يعني انا بالمطعم مداوم وكل شيء تمام وبشتغل جوا المطبخ، مو شايف برا، فهمت كيف؟ مو شايف السيرفيس. اجاني اوردر طبيعي زي اي شيف، طلعت فيه وعملته تمام، فانه جيت بدي اطلع بريك برا المطعم، انتبهت مين اللي باكل الاوردر؟ استاذ اياد. فانا هون صفنت انه انه ايش اللي بصير. بس انا ما نجأت ولا شيء، لانه هو كان ينصحنا انه بما انه الزبون دافع حق الطلب بدك تعطيه حقه وزياده. صح. فهمت كيف؟ فانا تذكرت كلامه والحمد لله، طلعت سالته كيف الاكل كل شيء تمام، قال لي تمام، قال لي انا جاي اطمن عليك. تمام. وإشي حلو لانه خلص خلص مسؤوليته منا، بس لسه بتواصل معنا. صحيح. هذا شيء كثير كثير بشرفني والله، يعني هذا بيعطيك ولاء. أكيد طبعا. يعني أكبر دليل أني اليوم أنا معكم هون، أنا خريج ومخلص، بس برضو بيرنوا علينا وبتواصلوا وحابين نفتخر فيكم بما أنكم خريجين من عنا. طبعا أكيد نتمنى لك التوفيق. أكيد. ورح نرجع لعندك سيد إياد. تحدثني أكثر عن الشراكة مع القطاع الخاص من حيث التدريب والبرامج، عم نشوف الشباب عم بتدربوا بنفس الوقت، والتدريب العملي مهم جدا في هذا الموضوع وخصوصا في مجال الفندقة والسياحة. طبعا إحنا الشريك الحقيقي اللي هو القطاع الخاص فنادق، إحنا بداية عند المقابلات الطلاب طبعا الفنادق والمطاعم بيشاركونا بلجنة المقابلة. تم كمان عندنا المادة التعليمية هم تم إعدادها من خلال لهم حسب احتياجات السوق. عندنا الأسئلة والامتحانات للطلاب كمان هم شاركونا وعمالهم بوضعوا الأسئلة، وعند امتحاناتنا بكون هم موجودين على حضورهم فعال، بكون براقبوا الطلاب في الامتحان كشريك حقيقي، كأنه إحنا بندرب الطلاب هذول لأنهم بالنهاية لهم المخرج اللي عم بتدرب لهم. صح. وفي عندنا وحدة متابعة ميدانية طبعا عاملينها في المعهد، بتم متابعة الطلاب بمواقع العمل بالتدريب
لهم ولحل قضاياهم وشكلهم كاملة. والقطاع الخاص طبعا أرجع وأكد أنه هو الشريك الحقيقي والأول، وكل التحية والاحترام والتقدير له. أكيد أكيد. أنا بدي أسألك سيد إياد عن الطاقة الاستيعابية للمعهد، كم طالب خلال السنة؟ هلا احنا الطاقه الاستيعابيه عندنا بمعهد ماركة لتدريب السباحه الفندقيه 240، ولكن بتوجيه مستمر من عطوفه المدير العام اللي كل الشكر والتقدير له، والفريق العمل اللي معاه من مساعدين واعلام، انه عطوفته اليوم بشرنا من الاسبوع الماضي انه مدد فتره التسجيل ل 24/9 ودوام ان شاء الله راح يكون ب 4/10. آلية التسجيل عندنا احنا طبعا عن طريق البريد الإلكتروني لمؤذري المهني، ومن خلال عضوفته كمان شكل لجان في كل معهد من معاهد المنتشرة في المملكة في غرفة عمليات، أي شخص والي أمر طالب أو الطالب بإمكانه يحضر للمعهد ومن خلال فريق العمل الموجود في غرفة العمليات تقديم الطلب إلكتروني للشاب أو الشابة. طب آلية الدوام سيد إياد، يعني لازم كل يوم يروحوا على المعهد ولا كم من يوم بالأسبوع؟ هلأ إحنا زي ما حكينا، نرجع بس نقطة إنه الطاقة الاستيعابية هي 240 طالب، ولكن إحنا اليوم وصل العدد عندنا ل 500 طالب وطالبة. بتوجيه من عطوفته كمان أنا أكد على رسالة اللي دائما بقدمها، إنه راح يكون عندنا فترة صباحية وفترة مسائية من الساعة 8 صباحا الفترة الصباحية للساعة 12، ومن 12 للخمسة مساء. نعم. يعني المواعيد مناسبة تماما، مناسبة للطلاب والطالبات. صحيح. نعم. روند، بدي هيك نصيحة لكل اللي عم بيتابعنا الآن من خلال تجربتك بهذا المعهد ودراستك فيه وتخرجك، والآن أنت عم تعملي، أحكي لنا نصيحة لكل عم تابعنا. هلأ نصيحتي للكل إنهم يلاقوا حالهم في مجال معين اللي بيحبوه، مو كل إشي مثلا مهندس أو دكتور، مع احترامي الشديد طبعا. إحنا تمام. أنا هلأ درست شيف حلويات ونزلت اشتغلت بتخصص غير الحلويات، هلا صارت معي شهادتين، شهاده المعهد طبعا، شهاده المعهد موثوقه وبتشتغلي فيها شهاده المعهد، ومعي شهاده خبرتي من المجال اللي انا فيه اللي هو الكوكتيلات والسلطات، يعني هيك صارت معي شهادتين، وانا لساتني صبيه صغيره يعني بعمري. ومعي اني الحمد لله صرت شيف حلويات بشهاده، وصرت شيف في مجالي برضه نفس الشيء، يعني صرت شيف بمجالين بعمر صغير. فأنا بنصحهم إنهم يدوروا على شغلة اللي بيحبوها ويشتغلوا على حالهم فيه عشان يبدعوا فيها. فعلاً العمر كله أولاً. نتمنى لك دائماً هيك التوفيق، وإنك توصلي لكل الشغلات اللي بتحلمي فيها. شكراً لك. تنجزي دائماً. شكراً. يعني حابين كمان محمد احكي لنا هيك نصيحة بعد التجربة اللي مريت فيها. يعني نحكي إنه نفس المبدأ تمام، ودائماً لاقي حالك في المكان اللي أنت بتحب تكون فيه. تمام. يعني أنا كنت ماخذ جائزة الحمد لله بمسابقة جوردن فود، وبرضه بعمر صغير معاي الميدالية الذهبية بالسوشي ما شاء الله الحمد لله. فلقيت حالي في المكان اللي بدي اياه بمساعدة التدريب المهني، وهو اللي وصلنا للإشي اللي بدنا اياه. فيعني بنصح الكل اي حدا حابب يوصل للي بده اياه في المجالات اللي التدريب المهني فيها يفوت عن طريقهم، كتير بيفيدوا. برجع بالنهاية كمان لشغف الإنسان. أكيد طبعاً هاي موجود. وأنا حبيت شغلة وبدي أرجع أكد عليها، بأنه تجربتك لكل الشغلات بالآخر اكتشفت أنه أنت بتحب السوشي، وإحنا عم نشوف مع بعض الآن يعني صور من عملك بالسوشي، عم نشوف يعني إبداع فعلياً على الشاشة. السوشي كتير أكلة، يعني أنا بالنسبة لي اخترتها لأنها شوي راقية، وبحب اللي هو فيها تيست تمام، فيها ديكور، فيها يطلع صحيح كثير مرتب، يعني هي مش اي حدا برضه بيكون، في ناس معينين بيجوا عشان ياكلوا. مزبوط. كلنا باول ما بنقول سوشي بنقول لا ما بنحب السوشي، بس بنجرب بصير ادمان عنا، بصير وينك عم باكل سوشي. ففعليا هاي الشغله بتصير معنا، انه ما لازم احنا نقول لا سوشي ومش بتعرف عليه بمطابخنا. وهذا جزء من برنامجنا كمان، الأكل الصيني والأكل الياباني والكوكتيلات طبعا، من خلال الفريق العام المدربين المؤهلين اللي دائما بياخذوا دورات بالميدان، كمان بدربوا شبابنا على الأمور هاي. وإحنا بنستقطب كمان شفات من الفنادق والمطاعم بيجوا عنا كدورات مجانيا كمان، صدق لطلابنا وهم خريجينا. يعني إحنا بنعتز، إنه أنا اليوم بصراحة يعني بعتز وبفتخر في دائما في، أنا ما بروح على أوتيل إلا بجد انه الشيف الرئيسي طالب من طلابنا. نعم. المقدم الطعام طالب من طلابنا، فهاي يعني شيء بصراحه بيرفع الراس. يعني فخور فيهم. سيد اياد بعجاله رساله بتوجهها لكل اشخاص اللي مقبلين الان على اختيار تخصصات، بشو بتحب تحكي لهم؟ اي شاب وشابة انه المرحلة الدراسية سواء كلية المجتمع او الثانوية العامة او الجامعة، يلتحقوا ببرامج تدريب المهني المختلفة في كافة تخصصاتها، لانه بتوفر له الوظيفة والامن والامان والاستقرار. نعم.
يعني كل الشكر لكم. شكرا أكيد شكراً. معهد ماركة للتدريب السياحي والفندقي بنشكرهم أكيد على وجودهم معنا. شكرا لك. شكرا لكم. واسمح لي بس احنا باسم معطوف المدير العام مؤازر المهني نقدم لكم هذا الدرع كتذكار، هو صغير بحجمه ولكن كبير بقيمته. نعم كل احترام لكم أكيد. شكرا لكم على الإضافة وشكرا يعني كل الاحترام. معهد ماركة للتدريب السياحي بدنا نشكركم على وجودكم معنا اليوم. نتمنى لكم دائما التوفيق. شكرا أكيد. شكرا لكم. نستنى إن شاء الله لقاء يكون بث مباشر أكيد. من خلال من معهدنا إن شاء الله. صراحة بنحب نيجي نزور المعهد ونشوف شو عم بتدربوا الطلاب والطلاب قد ايه هم مبسوطين بالمعهد. شكرا شكرا لك. شكرا شكرا كل الاحترام. يعطيكم العافية. شكرا لك رواند وشكرا لك محمد. الله يسلمك. وأنا زعلان من محمد لا صحن سوشي لا بالهاي. لازم سألناه كمان عن الآيس كريم اليابانية هلا كثير دارجة موتشي. مرة جاي بدنا موتشي. هاي دعوة اعتبروها يعني إذا بتحب اليوم نهاية الحلقة جاهزين. ما بتقصر. كل الاحترام. بدنا نروح لزميلنا محمد القضاء. محمد رجعنا لك يا محمد.